مرحبا، منطل عليكم يوميا بإنفوكس أنا وأستاذ روجا زكار. أهلا وسهلا فيك. مرحبا جيال. اليوم رح نحكي عن التأمين على الأخطاء الطبية، وبدأ أتوجه هون لكل الدكاترة يلي بيضلوا معجوقين. مبدئيا كل الحكمة بيضلوا معجوقين وما معهم وقت، بدأ لهم أنه come in application تقدروا من خلالها تنزلوا هيدا التأمين وتحصلوا عليه بأسرع وقت ممكن وأرخص من 70% من غير مطارح. خبرنا شوي عن هيدا التأمين. مظبوط، اليوم نحن منتوجه للحكمة لأنه منعرف قديهن المعجوقين. نحن كل حكيم بلبنان عم بيطبق بلبنان مجبور يكون عنده تأمين الخطأ الطبي ليقدر يمارس خدمته، وتأمين الخطأ الطبي بيحميل الحكيم إذا صار لا سمح الله أي خطأ. تأمين بوليسة التأمين بتعود على المريض، فاليوم هيدي من الضروريات. ما في حكيم يفوت يطبق بأي مستشفى بلا ما يكون عنده تأمين الخطأ الطبي اللي بيسموه الميديكال مال براكتس. اليوم نحن اللي جربنا نعمله عبر الابليكيشن انه نحن بنفوت على الابليكيشن اللي هي اسمها كومن. نحن فينا باللغة الأجنبية طبعا واللغة العربية حسب كل واحد كيف بيرتاح، حسب كل واحد تليفونه بتفتح الابليكيشن بلغته. نحن بدنا نفوت على بوليسة الخطأ الطبي. فنحن نبدا، نحن بيعطينا الابلكيشن مين هي شركه التامين وبتوصل البوليسه الرقميه، فنحن بنفوت عندنا ذات التغطيات يلي طلبتها النقابه، فذات التغطيات يلي طلبتها النقابه موجودين على الابلكيشن بس اسرع وارخص ب 70%. نحن حنعمل واحده هلا، نحن بننقي اي تغطيه بدنا اياها، بنفوت يا عبر التطبيق فيسبوك يا عبر التطبيق جوجل يا كزائر، عبي المعلومات الرقم النقابة ومنشتري بوليس التأمين وبتوصلنا. قدام مهم هيك نوع من التأمين للحكمة؟ ما في حكيم يمارس بلبنان بلا ما يكون عنده الخطأ الطبي. هلا بيناتنا في حدا ما عنده التأمين؟ هلا مفروض انه ما يكون ما عندهم، بس انه نحن منشجع يكون عندهم، وبشان هيك نحن حسننا الأسعار سرعنا. وشغلة أساسية من نقولها للحكمة انه اليوم التطبيق هو بذكرون سنتجي للتجديد، يعني ببقى عنده الحكيم يقول وين حطيت بوليستي، بوليستو بتضل محفوظة على تليفونه، والتطبيق سنتجي بيذكره بيقوله للحكيم خلصت بوليستك عمل معروف جدد مع ريمايندر. بعتقد انتو اول اشخاص تعملوا هيدا الشيء بالشرق الاوسط، مزبوط؟ مزبوط، نحن اول شركة تأمين اللي عملنا بوليسة التأمين الخطأ الطبي هونيها مزبوط وحطيناها على الابليكيشن بهالسرعة. وللموتويات كمان مزبوط، نحن حنحكي بحلقات تانية عن تأمين الموتويات حلقات قادمة أكيد، ولكن كتير مهم أن نذكر للمشاهدين أنه نحن من الشركات القليل بلبنان يلي عم بتأمن تأمين على الموتويات وبذات السهولة. بقال من 90 ثانية في واحد يعمل بوليس التأمين تبعيت موتويته على الابليكيشن اللي هي كمان اسمها كمان. لكن مشاهدينا شو بدنا نحكي بعد أكثر من هيك، سهلة الاستعمال هيدا الابليكيشن، بتوفروا من خلالها مصاري وبتربحوا وقت فينا نحن وقاعدين بالبيت نحصل على أي شيء بدنا إياه. ملتقانا فيكم بالحلقات القادمة، شكرا لك على وجودك معنا على طول أستاذ روجيه. شكرا لك، إلى اللقاء.